أسعد الله أوقاتكم مجددا وإلى نشرة الأخبار من قناة 29 أكتوبر، ونبدأها بالعناوين. وزيرة خارجية فرنسا تزور كييف وزعماء الاتحاد يواصلون دعمهم للمدينة. وتعديلات دستورية وصندوق ب 100 مليار يورو وقرارات ألمانيا تاريخية في وجه التهديد الروسي. أردوغان يقول عن فنلندا والسويد لن نسمح لدول داعمة للإرهاب بدخول الناتو. وهنية يتوعد إسرائيل بعد مسيرة الأعلام ومواجهة إصابات في صفوف الفلسطينيين. المقاومة الفلسطينية تبلغ مصر بأنها لن تقبل بمرور ما حدث دون رد، وإسرائيل تقول أن مصر وقطر نجحتا في عملية التهدئة. ورفع العلم الفلسطيني من خلال طائرة مسيرة فوق مسيرة الأعلام الإسرائيلية يوم أمس. وفي مشروع تجريبي دفع نفقات منخفضة للأطفال مستقبلا في برلين. إقرار تسهيلات حكومية في برلين وهامبورغ للحصول على الجنسية الألمانية. وإنذار في فيينا ثعابين في الشوارع. تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا بأول زيارة لها إلى أوكرانيا اليوم الاثنين للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي، وفق ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان صدر اليوم. وأوضح البيان أن الوزيرة ستلتقي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ووزير الخارجية ديمترو كوليبا لمناقشة منع تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، ما ينطوي على مخاطر حقيقية على انعدام الأمن الغذائي. وأضاف البيان أنها ستزور بوتشا حيث ارتكبت مجازر بحق مدنيين تتهم بها القوات الروسية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس زيلنسكي كلمة أمام القادة الأوروبيون المجتمعون في بروكسل اليوم في قمة استثنائية مخصصة لبلاده. وسيبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد مرور 4 أشهر على بدء الغزو الروسي، وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية. ولكن مسودة البيان الختامي للاجتماع التي اطلعت عليها رويترز أظهرت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخياً في الدعم اللفظي للحكومة في كييف، فلن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسية. وأظهرت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض. أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقاً مع المعارضة المحافظة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، ومن شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي. وتوافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضاً تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي والمتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500,000 جندي عام 1990 إلى 200,000 اليوم. ووفق تقرير نشر في كانون الأول ديسمبر، فإن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية تعمل بكامل طاقتها، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران. ولكن غزو أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نحو السلام منذ فظائع الحقبة النازية. ذكرت قناة TRT الإخبارية الرسمية أمس الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأن المحادثات التي جرت بين تركيا ووفدين من فنلندا والسويد الأسبوع الماضي لم تكن على المستوى المتوقع، وبأن أنقرة لا يمكن أن توافق على دخول دول داعمة للإرهاب حلف شمال الأطلسي. واعترضت تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، مما أدى إلى تعليق اتفاق كان من شأنه السماح بتوسيع تاريخي للحلف في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشير تصريحات أردوغان الأخيرة إلى استمرار معارضته لانضمامهما إلى التحالف الدفاعي الغربي. ونقل الصحفيون قول أردوغان لودع عودته من زيارة يوم السبت: ما دام طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا لا يمكننا بالتأكيد أن نقول نعم لدخول الدول التي تدعم الإرهاب إلى حلف شمال الأطلسي. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء أمس الأحد إن ما جرى في مدينة القدس والمسجد الأقصى لن يغتفر. جاء ذلك في تصريحات لطاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية
بحسب ما نشره الموقع الرسمي للحركة. وقال نونو إن بعض الأطراف بدأت بالاتصال برئيس الحركة من أجل العمل على احتواء الموقف وعدم تدهور الأمور أكثر مما جرى. وأضاف أن رئيس الحركة أكد لهذه الأطراف أن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى لن يغتفر، وأن المقاومة ستواصل طريقها حتى اجتثاث الاحتلال عن أرضنا وقدسنا. وتابع كما رفض رئيس الحركة أن يعطي تعهدا أو ضمانات لأي طرف لا يمكن لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، بل إن ما جرى هو اعتداء على كل مسلم وحر في هذا العالم. جاء هذا بعد مشاركة آلاف الإسرائيليين في مسيرة الأعلام المزعومة في القدس أمس الأحد إحياء للذكرى 55 لاحتلال القدس الشرقية، وسط توترات ومواجهات في محيط المسجد الأقصى وفي الضفة الغربية المحتلة. وتثير هذه المسيرة السنوية التي ينظمها الإسرائيليون في ذكرى توحيد القدس التي يعتبرونها عاصمة لدولتهم المزعومة، حيث تثير غضب الفلسطينيين وتستفزهم. ويذكر أنه أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس ومدن الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالتزامن مع مسيرة الأعلام التي نظمها متطرفون إسرائيليون في محيط المسجد الأقصى بالبلدة القديمة أمس الأحد. وقد قمعت القوات الإسرائيلية المشاركين في مسيرة ترفع الأعلام الفلسطينية في باب الساهرة ومدخل شارع صلاح الدين، فيما اعتدت على الصحفيين في منطقة باب العمود ومحيط البلدة القديمة، حسب ما أكدت وكالة وفاء الفلسطينية التي ذكرت أن جنود الاحتلال اعتقلوا العشرات من أبناء المدينة فيما هاجم المستوطنون محال الفلسطينيين واعتدوا عليهم وعلى أملاكهم. ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم الاثنين أن فصائل المقاومة الفلسطينية بعثت برسائل إلى الوسيط المصري في أعقاب ما جرى بالقدس من اقتحامات للمسجد الأقصى وتمرير مسيرة الأعلام الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية لم تسمها أن فصائل المقاومة أبلغت الوسيط المصري بأنها لن تقبل بأن يمر ما حدث من دون رد، وأن جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة بما فيها ردود غير متوقعة من قبل الاحتلال قريباً. وأكدت فصائل المقاومة للمصريين أن ما جرى هو خرق خطير لتفاهمات التهدئة التي انتهجتها معركة سيف القدس. وفي الإطار نفسه، قالت الصحيفة إن قوات الاحتلال أخلت مناطق واسعة من غلاف غزة وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الحدودية، ولم يستثني الإخلاء حتى جنود الجيش الذين باتوا يتحركون خلف السواتر خشية استهدافهم بصواريخ موجهة كما حدث خلال معركة سيف القدس. وذكرت الصحيفة أن قيادة الغرفة المشتركة للفصائل عقدت اجتماعات مطولة طيلة يوم أمس داخل غزة لمتابعة الأحداث في مدينة القدس وتحديد مستويات الرد على استفزازات الاحتلال. وأمس رجحت هيئة البث الإسرائيلية بأن جهود مصر وقطر نجحت في تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد العسكري، وذلك رغم التقارير الفلسطينية التي تحدثت عن فشل الوسطاء في احتواء الموقف. تفاعل ناشطون فلسطينيون مع رفع العلم الفلسطيني عبر طائرة مسيرة فوق مسيرة الأعلام الإسرائيلية يوم أمس في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. وأشاد ناشطون برفع علم فلسطين فوق مسيرة المستوطنين بالتزامن مع بدء مسيرة الأعلام، حيث انطلقت مسيرة الأعلام الإسرائيلية أمس الأحد وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة في القدس المحتلة، خاصة أن المستوطنين تعمدوا مرور المسيرة عبر البلدة القديمة. تدرس برلين ما إذا كان سيطلب من الأمهات والآباء مركزيا دفع نفقة أطفالهم في المستقبل، حيث سيتم دراسة المشروع التجريبي من قبل دائرة رعاية الأطفال، وذلك وفقا لرد من إدارة الأسرة في البرلمان الألماني على سؤال برلماني من عضو حزب البديل من أجل ألمانيا تومي تابور. ويذكر أنه عادة ما يتعين على أحد الطرفين الذي يكون غير مسؤول عن تربية الطفل دفع النفقة بعد الانفصال، حيث كان يتدخل مكتب رعاية الأطفال في حال لم يتم دفع المبلغ المحدد. وفي برلين يدفع عدد قليل نسبيا من الآباء إعالة لأطفالهم، حيث أنه في عام 2021 كان على مكتب رعاية الأطفال في برلين التدخل بحوالي أكثر من 146 مليون يورو، وقد تم تعويض هذا من خلال الدخل من المدفوعات من قبل الآباء المسؤولين عن الإعالة إلى حالة 19.7 مليون، أي بمعدل 13%. ووفقا لإدارة الأسرة في برلين، يجب أيضا مراعاة وضع الآباء الذين يتعين عليهم دفع نفقة للعديد من الأطفال والذين يعملون في قطاع الأجور المنخفضة ولديهم أيضا نفقات عالية لتكاليف السكن، فمن الممكن ألا يتحقق الدخل الكافي.
وفي برلين أيضا ترغب إدارة المقاطعة في تقديم تسهيلات للحصول على الجنسية الألمانية، حيث قالت رئيسة المقاطعة كيفاي أنها تشعر بالانزعاج لحصول 6000 شخص فقط على الجنسية الألمانية من بين 3.7 مليون نسمة، وأضافت أن هناك أكثر من 800,000 شخص يعيش في برلين وتتوفر لديه كافة شروط الحصول على الجنسية، ولكن بسبب نظام التجنيس البطيء والانتظار الطويل يحول بينهم وبين الحصول على الجنسية الألمانية. وأكدت الحاكمة الجديدة كيفاي عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في تغيير هذا النظام، وأن تشكل إدارة جديدة في برلين تتكفل فقط بأمور الجنسية، وذلك في إطار إقرار تسهيلات جديدة للتجنيس في برلين، حيث أنها تريد منح حق التجنيس ل20,000 شخص سنوياً. ويذكر أن إدارة مقاطعة هامبورغ تريد أيضا تقديم تسهيلات من أجل الحصول على الجنسية الألمانية، وذلك من خلال إرسال رسائل لجميع الأشخاص المستوفين لشروط التجنيس من أجل تقديم طلب لدى المكاتب المعنية للحصول على الجنسية. قالت صحيفة هويتة نقلا عن أحد المواطنين أنه رأى ثعبانا تحت سيارته في وسط مدينة فيينا، منطقة بينتسينغ بالتحديد. وذكرت الصحيفة أن هناك عدد قليل من أنواع الثعابين في فيينا، لكنها غير سامة تماما للإنسان، والأكثر شيوعا هي ثعابين العشب والثعابين الملساء وثعابين الزهر وثعبان إسكولابيان. وتعتبر هذه الثعابين مفيدة لمكافحة الآفات، لأن الفئران هي واحدة من أكثر وجباتهم شعبية. إلى نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله.